اللي جا بها صاحب الجلاله برامج واوراش ملكيه اللي اليوم بدا التنزيل ديالها، فيها اعاده الهيكلات السينما، فيها يعني البارك ديال بن زيدون اللي ان شاء الله حنا غنمشيو ليه الان باش ندشنوه، واللي كتعطي واحد المتنفس جديد للمواطنين، وكذلك يمكن لنا نكونوا فرحانين بان واحد العدد ديال اليوم الجمعيات اللي هي كتحاول باش تعطي واحد الانتعاش جديد للحياه الثقافيه داخل المدينه، ونقربوا الثقافه يعني وليزيفينمون ديال كولتوريل لعند المواطنين في الاحياء ديالهم. هذا احنا الان في الدالبوشت، وغدا غادي نكونوا في احياء اخرى ان شاء الله، وغادي نبقاو في المجلس البلدي. يعني كنشجعوا كل ما هو ثقافه وكل ما هو رياضه. وشكرا لكم. اليوم يوم تاريخي ثاني في الثقافه ديال مدينه اكادير، انه غادي يتم افتتاح سينما صحراء ديال طلبرجت بعد التاهيل ديالها وبعد الاصلاح ديالها. بالفعل هذا حدث جميل جدا ومفرح للساكنه، لانه غادي نشهدوا العوده ديال القاعات السينمائيه بالمدينه، وغادي تبدا العوده من سينما صحراء كما قلت طلبرجت، اضافه نوعيه للمدينه والثقافه. وكما كتشوفوا نيت في هذه اللحظات كاين حدث ثقافي حداها اللي هو تالويكاند، هذا الحدث اللي حتى هو اضافه جديده للثقافه والعمل الثقافي بالمدينه. ومثل هذه المبادرات راه كنشجعوهم. اخيرا اكادير عندها سينما، اخيرا تيتم اليوم الافتتاح ديال سينما الصحراء بعد سنوات من الاغلاق وسنوات من يعني التحرك الكبير ديال المجتمع المدني اللي كان هذه مده كان كينادي باش السينما ترجع للصحراء، ويعني داروا اشواط في النضال باش انها ترجع، وبالفعل تم رجع هاد مسألة سينما الصحراء، واليوم تنشهدوا على الافتتاح ديالها. الاشغال فعلا تمت الحمد لله، واحد المجموعه ديال الفاعلين جمعويين والمفكرين والفنانين والناس العاديين، لانه عندنا علاقه وطيده بسينما الصحراء ملي كنا صغار. يعني ما كاينش شي واحد في اكادير ما عندوش تاريخ وما عندوش ذكريات مع طلبرجت ومع سينما الصحراء. اذا اليوم احنا في قلب في قلب سينما الصحراء اللي دشنها للسيد الوالي وسيد رئيس الجهه وسيد رئيس المجلس البلدي والنواب، وكما قلت لكم مجموعه الفاعلين.